القادم هو رفيق عراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي رفيق عراقي كمال ناصف، اسم الشهرة رفيق العراقي، السن 37 سنة، موظف في مصنع الطائرات الهيئة العربية للتصنيع، مقيم في منطقة حدائق المعادي في القاهرة، ولكن أنا ابن من أبناء محافظة المنوفية. زي أي حد كنت بحلم أبقى لاعب كرة مشهور، كنت بلعب حارس مرمى ولعبت أكتر من مكان، فكرت في الموضوع كاحتراف. كان الوقت السن اتأخر شوية، كان معدى 20 سنة، رحت أكتر من مكان، كل الناس كانت بتشيد بالأداء، بس كان المشكلة والعقبة كانت هي السن. كنت فين؟ اتأخرت الوقت ده كله ليه؟ ما ينفعش تلعب درجة أولى من غير ما يكون لعبت في أي نادي تاني بعد ما تعدي سن 20 سنة. فكرت إن أنا شفت البرنامج بتاع الكابتن مدحت والمسابقة، حبي في المجال الرياضي وإن أنا أكون متواجد في أي صورة أو أي شكل من الأشكال هو اللي دفعني إن أنا أشترك في المسابقة. زي أي حد مسكت الموبايل وسجلت على الهدف وبعته، وربنا أكرمني واللجنة مشكورة اختارتني من ضمن الناس اللي هي 60 واحد اللي هيدخلوا تصفية نهائية، صوتولي على رقم 91. يا اهلا وسهلا، منور الدنيا. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن مدحت، حضرتك اللي منور الدنيا. الله يخليك يا حبيبي. انت كنت جول كيبر؟ كنت جول كيبر يا كابتن. وجول كيبر في نادي ايه بقى؟ اخر مكان كان نادي التصنيع مع الكابتن مجدي عبد الجواد، وكانت المشكله والعقبه هي السن، عشان فكرت في الموضوع متاخر شويه. وبعد كده كانت مؤهلي مطلوب في الشغل فدخلت الشغل. جميل. طب اسالك سؤال كده في السريع. اتفضل يا كابتن. وانا خلي بالك اجابته مش متاكد منها قوي، بس هقول لك. بما ان انت كنت جول كيبر، فعرض المرمى هديك 7 متر 32 سم. يا سلام عليك، كنت انا هديك ارتفاع 2 متر 44 سم. طب وبما ان انت عارف بقى الابعاد دي كلها، دخل فيك كام جون بقى في حياتك كلها؟ مع حظ، خلي بالك حظ حراس المرمى يا عيني، يعني اللعيبه بيتحسب لهم جابوا كام جون، زي مثلا كابتن زيدان جاب كام جون كده كده، حراس المرمى يقول لك دخل فيه كام جون، هي دي المشكله. هو اللي بيشيل الليل. هو اللي بيشيل الليل. خلينا بقى ليلتنا دي احلى ليله. اتفضل. بوجودك يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الى جنرال الاعلام الرياضي في مصر والوطن العربي الكابتن مدحت شلبي وضيوفه النجوم الكبار، الاستاذ الكبير الناقد الرياضي المعروف الاستاذ حسن المستكاوي، والنجم العالمي المتالق النجم محمد زيدان زيزو الكره المصريه، وقرآن التعليق الكابتن مؤمن حسن. اعزائي الساده المشاهدين عشاء الساحره المستديره، اهلا ومرحبا بكم. مباراه تبتدي سريعه، هجمه لنادي الزمالك، يلا يا راجل اهو الجون، حط كره تطول منه، خلاص طلعت يا طحه مدافعين نادي غزل المحله. امام عاشور كان عامل واحده طويله حاول يحطها احمد سيد زيزو، لكن كره تطول منه، حازم امام يعمل واحده عرضيه تطلع فوق المرمى، كره حلوه من حازم امام لكن الكره تطلع فوق المرمى. وفي هذه اللحظات كره حلوه جدا 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 يا راجل كان هيبقى هدف عالمي، لكن الكره تطلع فوق المرمى، كرة حلوة من ناحية اليمين، إمام عاشور يعمل واحدة عرضية، ساسي جو يا ولد يا ساسي، لعيب كبير قوي يا ابني، لعيب كبير جدا، المعلم فرجاني ساسي يحرز هدف التقدم لنادي الزمالك على نادي المحلة في الدقيقة 69 في عكر داره، عرضية حلوة جميلة فرجاني ساسي يحطها حلوة جدا، عكس تحرك حارس المرمى في منطقة صعبة جدا على حارس المرمى، الله عليك يا ابني. كرة تانية لكن تخبط في المدافع، ونادي الزمالك هجمة هي لكن يشيلها مدافع نادي غزل المحلة. انذار لفرجاني ساسي، الكارت احمر لفرجاني ساسي، كان عنده انذار يا جماعة، اشتراك وش رجله في وش مدافع نادي غزل المحلة، كرة خطر جدا جدا جدا، كرة خطيرة جدا يشهر فيها الحكم محمد الحلفي الانذار، كارت الاحمر لفرجاني ساسي عشان يسبب مشكلة لنادي الزمالك، الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل من ضايع. كرة هجمة مرتدة لنادي غزل المحلة خطيرة، خطأ من المدافعين، هيا يا راجل حط جو
هدف قاتل لنادي غزل المحلة في الدقيقة 95. الزمالك يضيع واللي يضيع يستقبل. الزمالك يلعب بالنار والمحلوية يعملوها على طريقة الكبار. هدف قاتل لدفاع نادي الزمالك. كرة حلوة يستغلها جوم نادي المحلة. الكرة تخبط وتصطلح قدامه يشيلها أبو جبل. والإخميمي يحط الهدف الثاني. الإخميمي يحط الهدف الثاني في الدقيقة 95. الله عليك يا ابني هدف قاتل في الدقيقة 95. هدف قاتل لنادي غزل المحلة. كرة يلعبها أبو جبل وفي هذه اللحظات يطلق الحكم الدوري محمد الحنفي صافرته ليعلن فوز نادي المحلة فوز قاطر على نادي الزمالك 2-1. وفي النهاية لا يسعني إلا شكر حضراتكم على حسن الاستماع والمشاهدة، وعودة مرة أخرى إلى الكابتن مدحت شلبي ونجومه الكبار لمعرفة رأيهم في مباراة. كابتن مدحت لديك الميكروفون. جميل يا رفيق جميل. أستاذ حسن هقول له كلمتين. صوتك حاد بس كده. كابتن مؤمن، هو يا كابتن عشان رفيق انت بتتجه للتعليق، الحاجة الأساسية برضو من الحاجات الأساسية اللي المعلق بيعملها التعليق والوصف التفصيلي للمباراة، وزي ما اتفقنا انت لازم تكون محضر كويس قوي وعارف أسماء اللاعبين، لكن ما تستخدمش نفس الكلمة مرة واثنين وثلاثة وفي هجمة واثنين وثلاثة ويخرج يا كابتن المشاهد برا الهجمة وبرا الماتش. عندك سكتات كتير ما بين الهجمة وما بين التانية. توتر. معلش معلش ما هو معلش هيكون يا توتر. ولكن مع التدريب هنرجع تاني يا رفيق وأقول لك اتمرن كتير، يعني لازم اللي يجي محضر لازم انت ممكن تكون بتعلق كويس قوي ولكن التوتر ممكن يغلبك، وده النقطة اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيها كابتن محمد. ان مهم جدا ان المعلق يخرج نفسه. تقول ايه يا رفيق؟ الهبة يا كابتن اول مرة في حياتي اقعد. ما هو معلق. طبعا معاك يا رفيق، بس خلي بالك ما هو اي يعني اي مكان هتروحه لابد ان يكون هناك منفذ للعبور اليه. المنفذ ده بيبقى حاجة زي كده، فلازم تبقى جاي انت يعني خامة طيبة زي ما قالوا الكباتن. المسألة بس محتاجة تدريب زيادة، لانه في النهاية عشان تعدي لازم تمر بهذه المرحلة اللي انت فيها دلوقتي. تمام. عندك حاجة تانية كابتن؟ تمام كابتن. تمام كابتن زيدان. يعني بيقف في الكلام مش بين انه محضر قوي ومجهز نفسه في ارتباك شوية او توتر زي ما هو قال. برضو في ضربة في الكارت الاحمر مع فرجاني ساسي في لقطة، انا فاكر الماتش ده عشان انا كنت حاضر فيه وانا اللي كنت بعلق او كنت انا موجود في الاستوديو. المذيع تقريبا في اللقطه اللي كان فرجاني سي بيطلب فيها، فدي لقطه حلوه كان ممكن هو يطلع منها لو محضر لها ان هو يطلع منها يقول ايه، وشوف هو بينده على لعبه خطره فبينده على يعني الروح الرياضيه وهو اخذ الطرد بس بينده على الاسعافات الاوليه انت تنزل الملعب عشان السلامه. يعني هي بس هي الحاجات دي بتيجي من الخبره، بس هو لازم يكون محضر زي ما الاستاذ بيقول. هو طبعا خبير في الموضوع ده، دورك ان انت وانت داخل الغرفه اللي بتقعد فيها تبقى انت محضر المباراه كويس، حافظ الاسامي كلها، حافظ مين في الناحيه انهي، فانت عارف من طريقه الجري وشكل الجسم ستايل الاداء وستايل اللعب، عارف ان هو اللي هيلمس الكره ده الفلاني الفلاني. النتيجه لما اتقلبت، انا الجون الثاني بتاع المحله كان الهدف الثاني انا فاكر في الدقيقه 95 في الوقت القاتل. ممكن بقى كنت تطلع منه حاجة أحلى. النادي الاستاد المحلة يرجع لانتصارات استاد المحلة. الزمالك يرجع لأن صعوبة أن أنت تفوز في استاد غزل المحلة. قلبوا النتيجة، كانت النتيجة 1-0 قلبت 2-1 غزل المحلة يقلب النتيجة. فكان ممكن يبقى منها حاجات أحسن من كده. وانت مجهز للهدف الأول لكن للأسف ما تزعش. ولا يهمك ولا يهمك. أستاذ حسن درجة. 5. كابتن مؤمن. لا خلي بالك مفيش مشكلة إطلاقا، ولو ما عندكش نصيب السنة دي لو عشنا ولينا عمر السنة الجاية هنعمل إن شاء الله مسابقة أخرى والدنيا هتبقى لطيفة. يعني هقول حاجة رفيقة كابتن. الله يخليك يا حبيبي. هقول حاجة رفيقة كابتن قبل الدرجة، إن المعلق قبل ما بيطلع على الماتش هو برضو بني آدم وبيمر بظروف كتير قوي، ممكن يبقى جاي مضغوط طبعا في الحياه طبعا. لكن وقت ما بتبقى قدام الماتش خرج نفسك بره التوتر تماما. الكلام مش ليك بس يا رفيق، الكلام لكل المعلقين. خرج نفسك بره وعيش الماتش. المعلق لازم يعيش الماتش لانه بيبقى اكتر واحد مركز، مش عايز اقول لك اكتر من المديرين الفنيين في الماتش. تمام. 5 يا رفيق. 5 كابتن زيدان. 6 وانا هدي لك 6 برضه، واتمنى لك في القادم كل توفيق ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. شكرا حبيبي. اهلا وسهلا.